هاي، بما ان ناس كتير قوي سالتني عن يوث توكس الايفنت اللي هيتعمل في بلجيكا في شهر 10، وبما ان شعري شكله حلو النهارده فانا قلت اجاوبكم على الاسئله اللي انتوا سالتوها ان كيس ناس تانية بتسال بس ما بتبعتش. اول سؤال، انت بتقدم ازاي؟ في فورم بتملاها وبتصور فيديو مدته دقيقه بتتكلم عن نفسك وبتتكلم عن يعني سريعا قوي عن الحاجه اللي انت ممكن تتكلم عليها اللي هي القصه بتاعتك اللي انت حابب تشاركها في الايفنت. هل لازم تكون عارف بالظبط هتقول ايه في الايفنت؟ لا، انت بس بتقدم بفكره وبعدين هي ليرنينج اكسبيرينس، يعني بتقعدوا سوا بعد ما لو انت اتقبلت بتقعد مع التيم وبتتفقوا سوا في خلال من 4 لـ6 أسابيع بتتعلم ازاي تبني التوك بتاعتك، ازاي ترتب الكلام وازاي تتكلم قدام ناس كتير وهكذا. طيب التوك هتكون بانهي لغه؟ بتكون بالانجلش، فده يعني استنتاجي انا ان انت محتاج تعمل الفيديو دقيقه ده بالانجليزي، تتكلم فيه بالانجليزي بس. لو عندكم اي اسئله تانية سيبوها في الكومنتس وانا هسيب لكم لينك التقديم في البايو بتاعتي وفي الستوريز.